خالتي السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح ندير فيديو يتكلم على شخصيات وعلماء. موضوع اليوم نتكلم على شهادة أو جائزة نوبل، وبصفة خاصة نتكلم على العرب الحائزين على جائزة نوبل. أولهم رئيس السادات، حفر اسمه بالحروف من ذهب وتسلمها في سنة 1978 في مجال السلام من أجل اتفاقية السلام التي قام بها مع الرئيس الإسرائيلي بيغن. ثانيا نجيب محفوظ، تسلمها سنة 1988 في مجال الأدب. ثالثا أحمد زويل، وهو مصري عالم في الكيمياء، تسلمها في سنة 1999 في مجال الكيمياء. رابعا محمد البرادعي، فاني تسلم شهادة نوبل في مجال السلام، ولكن هو يعتبر عالم في الطاقة الذرية ومدير الطاقة الذرية بالولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2005. خامسا ياسر عرفات، حيث تسلمها 1994 في مجال السلام مثل السادات، وهذا إثر إبرامه معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني. سادسا وهي امرأة الوحيدة العربية المسماة توكل كرامات، وهي أصلها من اليمن، وتسلمت جائزة نوبل في سنة 2011 مناصفة مع الرئيسة الليبيرية، تعمل في حزب التجمع اليمني والمتخصصة في مجال حقوق المرأة. كذلك يوجد صنف آخر وهم العرب مزدوجي الجنسية، ومن ضمنهم أولا بيتر مدور، وهو طبيب عربي في مجال الطب، حيث استلم 1960 مناصفة مع طبيب آخر، وكان ميدانه هو اكتشاف التحميل المناخي المكتسب أو التحميل المناعي المكتسب، وهو لبناني الأصل. ثانيا إلياس الخوري، حيث تسلمها في سنة 1990، وهو كيميائي عاش في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه بصفة عامة على العرب الذين استلموا جائزة نوبل، وهي مقدارها تقريبا مليون دولار، وهذا فخر للأمة العربية. شكرا على مشاهدتكم لهذا الفيديو.